ايه الاخبار؟ السلام عليكم ورحمه الله. هنحدد الفيديو النهارده بقى لطلبه اولى اعدادي وتاني اعدادي في السؤال العظيم اللي انت اتخضيت منه تبع المواصفات الجديده، ازاي تكتب الباراجراف 70 كلمه 80 كلمه 90 كلمه. خليك معايا بس ما تنساش، don't forget to share and subscribe. معاكم محمد اسامه. مش عايزك تتخض ان الباراجراف بتاعك كتير شويتين او بيعتمد على الكلمات. مش مطلوب منك انك تختار كلمات صعبة، ولا مطلوب منك انك تجيب كلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا، لا خالص. انت المطلوب منك جمل بسيطة وسهلة، والكلمات اللي عندك في المنهج لو تعرف تستخدمها ياريت. وكمان اقولك على حاجة كويسة من ضمن المواصفات بتاعت الامتحان، ان الباراجراف بتاعك لازم يكون من السيت بوك، يعني لازم تكون من المواضيع. اقول لك على حاجه كمان تريحك خالص، امسك اي كتاب خارجي هتلاقي في الاخر خالص كل المواضيع كمان مكتوبه. طيب انا مش عايزك تحفظ ولا النماذج اللي انا اقولها لك النهارده، انا عايزك تحفظها، لكن انا عايزك تفهم ازاي تكون جمله بسيطه. تعالى نمشي واحده واحده مع بعض. الفيديو ده هينفع لكل الطلبه اللي موجودين في اولى اعدادي وتاني اعدادي. طب ليه بقى اولى اعدادي وتاني اعدادي؟ لان المواضيع بتاعه المنهج بتاعتهم شبه مشتركه شويه. في اخر الفيديو هقول لك ده باراجراف لتاني اعدادي بس، وده باراجراف لاولى اعدادي بس على حسب المواضيع، لكن هنبدا بواحد ينفع الاثنين. الاول يا شباب، في شويه اساسيات كده اهوت لازم نبقى متفقين عليها. اول حاجه، بتسيب صباعين من على جنب، ما ينفعش انك تبدا على طول. تاني حاجه، لازم تبدا الحرف بتاعك كابيتال، يبقى بدايه الجمله بتاعتك لازم تحافظ على علامات الترقيم، لازم تحافظ على البنكتويشن كويس جدا. اللي هي علامات الترقيم، اول حرف كابيتال، الاسماء كابيتال، الاماكن كابيتال. طبعا انا كده بتكلم في اول حرف لازم تشتغل عليه. وممكن في اولى اعدادي وتاني اعدادي انت مش مطلوب قوي بنظام الفقرات، عايز تعمل بنظام الفقرات زي موضوع التعبير في العربي، مفيش مشكله خالص. الشكل مهم جدا. تعالى نبدا مع بعض دلوقتي. هناخد باراجراف ينفع لي اولى اعدادي وتاني اعدادي، لان الموضوع هنا وهنا مفيش مشكله خالص. الباراجراف لما يجي يقول لك write about your hobby، اكتب عن هوايتك، او your favorite sport، رياضة المفضلة، او يجي يقول لك عامة اكتب على السبورتس، اكتب على الرياضة. بص يا سيدي، جمل بسيطة سهلة. هنا بيقول لك your favorite sport او favorite hobby، خد العنوان هات منه جملة، يبقى my favorite hobby is او my favorite sport is football. يعني هنتكلم عليها لان هي اسهل حاجة. I play it with my friends، يعني I play it، ادي I فاعل، play يلعب، it اللي هي الكرة، with مع، خلي بالك من with، my friends بلعبها مع اصدقائي. عايز تزود كلمتين at school، وكمان ممكن نقول كمان نزود كمان نقول I play it after school، يبقى بلعبها في at school وكمان بلعبها after school. وكمان نحط I practice football every Friday، بتمرن كمان ها كل جمعة. I like watching the football matches، وانا كمان بحب اتفرج على مباريات كرة القدم. خلي بالك سيركل بقى هنا like watching دي. طب انا ليه بسيركل؟ لان انت في الباراجراف لازم تمشي برضو على القواعد السليمة. ايه القواعد السليمة؟ القواعد السليمة ان انت عندك like لما تجيب وراها verb، ودوت عندك في المنهج like لما تجيب وراها verb، الverb دوت لازم يكون ing. لما تيجي تقول مثلا ممكن نزود كمان my favorite football team is، نقط حط انت بقى الفيفوريت تيم بتاعك ايا كان. I watch football matches on TV، سيركل اون، وخلي بالك من حرف الجر، يبقى TV تاخد on. وكمان ممكن نقول I enjoy when I watch the matches، انا بستمتع جدا. استخدم الكلمات البسيطة اللي عندك في المنهج، I enjoy when I watch the matches. Playing with a team، بص بقى الجملة دي تحسها فيها عمق شوية. Playing with a team، اللعب مع الفريق، teaches me to help my friends، اللعب انك تبقى بتلعب مع فريق، دوت طبعا بيعلمك التعاون. To help my friends anytime، ان انت تساعد، حتة عميقة كده، ان انت تساعد زميلك او اصدقائك في اي وقت. وممكن كمان تقول I watch the matches with my friends، ممكن كمان تقول I go to watch the I go to the stadium، بروح الاستاد to watch the football matches. وممكن كمان نزود تقول I watch the Egyptian team at the stadium، يبقى انا بروح بتفرج على الفريق المصري فين في الاستاد. كلها جمل بسيطة جدا. وكمان ممكن تقول I am a good player، يعني انا لاعب كويس، بما اننا بنتكلم على هواية وبنتكلم على لعبة.
وممكن تقول كمان I started playing. سيركل بقى started وبلينج. ليه هنا جت بلينج؟ لان هنا جت بلينج لان كلمة start او الفيرب start دوت بيجي وراه فيرب ing وده برضو عندك في المنهج. I started playing it 7 years ago. بدأت ان انا العبها منذ 7 سنوات. It's the most popular sport around the world. من اهم الرياضات اللي موجودة ها عبر العالم. I always go to the stadium to play there. يبقى انا كمان بروح دايما الاستاديوم علشان العب هناك. ونحط بقى حتة كده ايه يعني الراجل ده لازم نجيبه بالخير دايما. I also انا ايضا like the sports star النجم الكبير قوي محمد صلاح. He plays in Liverpool. هو بيلعب في ليفربول. He is a good player. يبقى هو لاعب جيد. I wanted to be like him in the future. شايف الجمل بسيطة ازاي؟ انا مش عارف بقى احنا جبنا كم كلمة كده بس الفكرة كلها جملتك لازم تبدأ بفاعل وبعدين فعل وكمل باقي الجملة وما تنساش ما بين الجملة والجملة لازم يكون في نقطة وتبدأ الجملة الجديدة بحرف كابيتال. ناخد كمان باراجراف. الباراجراف بقى اللي احنا هنقوله دلوقتي دوت لأول اعدادي بيتكلم على التكنولوجي. لقينا اولاد كتير مش بتعرف تكتب عن التكنولوجي. اسهلها لك. التكنولوجي ديت اللي هي التكنولوجيا عبارة عن ايه؟ عبارة عن انترنت، عبارة عن الكمبيوترز، عبارة عن اللابتوب. طب تعال نشوف التكنولوجي بتتكلم عن ايه. I love technology دي اول جملة. في كتير بقى من الولاد بتقعد تقول ايه I love technology، بحب التكنولوجيا. My mother likes technology، loves technology. My sister likes technology. مش عارف my father يجيب العيلة كلها ويقعد يقولها. فاكر انت زمان بتاعت I can see I can see؟ انسى بقى اي كان سي دي وما تجيبش واحد واحد من العيله تقعد تقولولي هو بيحب التكنولوجيا وعمه مش عارف بيحب التكنولوجيا ومين. لا لا مفيش الكلام ده. جمل بسيطه خالص نبدا مع بعض. I love technology. My favorite hobby is playing video games. طب انا ليه اخترت لك فيديو جيمز؟ لان هي ليها علاقه بالتكنولوجي. I usually play them on my laptop. دايما بلعب الفيديو جيمز on my laptop. عايز مش عارف تكتب لابتوب العب قول على الكمبيوترز. But sometimes I play them. احيانا I play them on my phone. احيانا بلعب بيهم او بلعب الفيديو جيمز ديت على التليفون. I'd like to. خلي بالك خلي بالك خلي بالك. Would like to لازم يجي وراها to بعدين مصدر. I'd like to spend all day. عايز اقضي اليوم كله playing. طب يا مستر انت ليه هنا قلت لي playing؟ لان انا قلت هنا قبلها spend. عندنا قاعدة هتاخدها بعدين لما تكبر. القاعده كده بسرعه لما يكون في فيرب الفيرب الثاني بيجي وراه ان جي. عشان كده من شويه في الباراجراف اللي فات قلنا started playing. يبقى خلينا هنا دلوقتي I wanted to spend all my day playing video games. عايز اقضي يومي كله بلعب فيديو جيمز. But I have to go to school. بس للاسف او مضطر ان انا اروح المدرسه. My favorite lesson. طبعا بما ان احنا بنتكلم على التكنولوجيا. My favorite lesson is computer studies. بحب قوي ماده الكمبيوتر. Add break. خلي بالك كلمة break عندك مهمة جدا في المنهج تيجي قبليها at. Add break I look at websites for new video games. بعد ادور كده على شوية العاب جديدة. طبعا اللعبة المشهورة المعروفة اليومين دول. Modern technology. ايه modern technology اللي هي التكنولوجيا الحديثة. Changed our lives. غيرت من حياتنا a lot. Most people use it in many ways. ناس كتير بتستخدم المودرن تكنولوجي in new ways في طرق جديدة. Young people use it at all time. والصغار بيستخدموها ها all time. عايز انت بقى تزود تقول ان هي good وعايز كمان تزود تقول ان هي bad because it wastes our time. بتضيع الوقت بتاعنا. الفكرة كلها سنة أولى ان انت تجيب جملة بسيطة سهلة تبدأ بفاعل وفعل وتكمل باقي الجملة. تعال ناخد كمان باراجراف سهل. الباراجراف اللي هيتقال دلوقتي ينفع اولى اعدادي وينفع تاني اعدادي. عندك في عنوان في من ضمن العناوين بتاعتنا في تاني اعدادي A Day on the Farm. يوم في المزرعة. وعندك يوم تاني وعندك في أول اعدادي A picnic to الأزهر بارك. نزهة خلوية للأزهر بارك. فاحنا دلوقتي هنشتغل باراجراف ينفع للاتنين. لو انا قلت الأزهر بارك وانت في تاني اعدادي شيل الأزهر بارك وحط فارم.
لو انا قلت فارم في تاني اعدادي وانت في اولى اعدادي شيل كلمه فارم حط الازهر بارك، او انا رايحه خالص انا مش هقول اسماء، انت حط الموضوع اللي عندك بالظبط. اللي هقوله ده يتطبق على اي مكان، يعني جاب لك الازهر، جاب لك day on the farm، جاب لك اي مكان قضيته ورحته اي حاجه، مفيش مشكله. تعال نشوف عشان نوضح اكتر. اترب خلاص كده رحله، تيجي بقى زي ما تيجي، جت فارم جت اي حاجه مش مشكله. In October في شهر 10 we visited my uncle aunt and my cousin، يبقى زرت عمي خالتي او عمي مش تفرق يعني، and my cousins، احنا بنزود ماشي. In Giza في اي حته بقى. We had a picnic، احنا قضينا نزهه، شوف انت عايز تكتب فين على حسب المكان. We ate their delicious food، كلنا هناك ها delicious food، اكل كويس. Then we played games، وفضلنا كمان نلعب العاب. My brother، اخويا حط اي اسم، rode his bike، ها ركب الايه العجله بتاعته. We enjoyed our time there، احنا استمتعنا هناك جدا. And we were happy too، وكمان كمان كنا مبسوطين. We sang a lot of songs، قعدنا نغني كتير. We had drinks، وكمان كان معانا مشروبات. I drank a lot of juice أو much juice، أنا شربت عصير هناك كتير قوي. We played football، وكمان We sat under trees. خلي بالك أنا كل دوت شغال في الماضي، نصيحة كده من أخوك، لما يكون عندك رحلة لأي مكان اشتغل دايما في الماضي على قد ما تقدر. We sat under trees، واحنا قعدنا تحت الاشجار. It was a very wonderful day، ودوت كان يوم جميل جدا. We hope to go there again، واحنا فعلا نتمنى ان احنا نروح هناك تاني. It would be a nice trip، وديت هتبقى رحله كويسه قوي. If we go، it would، يبقى if we went again، يبقى لو احنا ها رحنا تاني. ممكن بقى نزود تقول لو انت بقى بتتكلم على الازهر بارك مثلا، يبقى we played football، لعبنا هناك كوره. احنا قلنا من شويه رايد بايكس او we rode bikes. لو احنا بنتكلم على الفارم يبقى we saw the animals، شفنا هناك الانيمالز. ممكن تعدد كام انيمال، we saw كذا نقطه، we saw كذا نقطه، مفيش مشكله خالص. يبقى مش عايزك برضو، انا عمال اكرر الجمله ديت، اول ما تلاقي عدد الكلمات كتير تقول بس انا ضعت، لا. وكمان هات لي انت رجعت من هناك امتى. We went home at الساعة كذا، أي ساعة إن شاء الله تقول لي midnight. We were very happy. الباراجراف ده ينفع الاتنين، نشوف آخر واحد. آخر باراجراف معانا ينفع اللي يقول إعدادي وتاني إعدادي، برضو إحنا ماشيين نماذج، مش عايزك تحفظ، عايزك تفهم الفكرة. الباراجراف بيقول بالنسبة لأولى إعدادي بيقول سبورتس ستار، بالنسبة لتاني إعدادي بيقول ايجيبشن بلاير اي لايك. يبقى الاتنين نفس الميننج، عشان كده الحلقة ديت ميكسد، يعني أولى في تانية على بعضها، مش هنخص حد بعين. طيب بيقول لك سبورتس ستار، فيفورت ايجيبشن بلاير أكيد مو صلاح. ماي فيفورت سبورتس ستار إز مو صلاح، النجم المفضل بتاعي محمد صلاح. هي هاز جات، هو عنده curly hair، ادي كلمه من اولى اعدادي. He has got curly hair. He has got a big smile، ربنا يديمها نعمه، هو ابتسامته كبيره وحلوه. All Egyptians like him، كل المصريين بيحبوه. He has a lot of fans، عنده ها He has a lot of fans، عنده معجبين كتير. He plays in Liverpool، هو بيلعب في ليفربول. He plays in England، وبيلعب في انجلترا طبيعي يعني. He always gives money to poor people، دايما بيدي فلوس للناس الفقراء. He gives money to build hospitals، وكمان بيدي فلوس to build hospitals، لبناء المستشفيات. His favorite hobby is playing video games، هوايته هو المفضلة playing video games، لعب الفيديو games. ما شاء الله he scores، ما تكتبش ما شاء الله، he scores a lot of goals، بيحرز أهداف كتير. He won a lot، خلي بالك won، النطق بتاع win الماضي بتاعه he won. He won a lot of medals، فاز بكثيرا من الميداليات. He plays for Egypt، وطبعا بيلعب لمصر. I want to be like him، انا عايز ابقى زيه. He is my role model، هو القدوة بتاعتي. I love him so much and I love you all so much. Don't forget to share and subscribe. الفكرة بسيطة، وما تنساش تدي لايك وانت معدي. محمد أسامة.